ناشط من محافظة البصرة سخر من قيام حكومة البصرة المحلية من رفع الحجر المقرنص من شوارع المدينة، فنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخيراً لقيت اللي يطيع حظ البصرة من 2018 لهذا اليوم، وهو متسول تارس الشوارع البصرية، وإحنا حالياً بشارع التجاري. قضيت راح حاسبون على الواد الوادي، قضيت هذا شوفوه، هذا السرسري الفاسد ابن الفاسد. هناك ارتاحت البطالة، فاعيناها المستشفيات فارغة ما فيها دواء بسببك، وهم ما عدلناها الأمور، الاحتياجات البصرية كلها ما عدلناها بسببك. راضي يا المقرناص؟ ها؟ راضي؟ عمي راضي، باعونه؟ تقول أنا راضي، تارس شارع البصرة ترس هذا المقرناص. راضى عليكم يا حكومتنا المحلية، ونشكركم وأشكركم باسم البصريين بصورة عامة. المقرناص راضي ومقتنع بيكم، وشكرا.